بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بزوار ومتتبعي القناة والمدونة. كما ترون اليوم لدينا هاتف شاومي ريدمي نوت 9. سوف نقوم بشرح دائرة الإضاءة بالنسبة لهذا الهاتف، يعني الـ LCD Light. إذن على بركة الله، كما ترون هذه هي كارت مار او البوردة الخاصة بهذا الهاتف. هذه الواجهة، هذه الجهة التي تكون من الخلف، وهي التي موجود بها لكارت سيم. ثم هذه الواجهة التي فيها الكونكتورات، كونكتور الشاشة وكونكتور البطارية وكونكتور الشحن. إذن على بركة الله، كما ترون سوف نقوم بفحص هذه الدارة الخاصة بالإضاءة بالنسبة لهذا الهاتف. إذن كما ترون من هنا، من هذا السيركوي، هنا تنطلق الشحنة الموجبة الخاصة بالفيبات، والتي تذهب إلى السيركوي الخاص بالإضاءة وتغذي السيركوي الخاص بالإضاءة. إذن من هنا كما ترون ينتقل الشحنة من هذا الموقع إلى هنا، ثم تصعد إلى هذا المكان هنا الفيبات، نعم، تغذي هذه المنطقة، ثم تغذي السيركوي الخاص بالإضاءة هنا. بعد تغذية السيركوي الخاص بالإضاءة كما ترون، فتنطلق من هنا مسارات أخرى. هذه المسارات تذهب إلى كونكتور الخاص بالشاشة. دونك سوف نقوم بالذهاب، سوف نتتبع أولا هذا الخط أو المسار الأورانج الذي يخرج من هذه النقطة هنا، ثم يذهب إلى هذا المكتف، ثم إلى هنا، ويأتي إلى هذه المقاومة، ثم ينزل أو يذهب إلى الكونكتور الشاشة هنا، إلى الرجل الأولى من هنا، ثم الرجل الثالثة، وهي رجل هذا اللون الأصفر. سوف نرى من أين تنطلق، فهي تنطلق من سيركوي الإضاءة، ثم إلى هنا، إلى هنا كما ترون، ثم إلى هذه النقطة وهذه النقطة، ثم إلى الرجل الثالثة، ثم هذا اللون الغوزي الوردي، فهو ينطلق من هنا، ثم يذهب إلى الرجل الرابعة. إذن أما بالنسبة للسي أبي سي باور ليد، فإنه يأتي أولا من هنا من البروسيسور، ثم يأتي إلى هذه النقطة ويدخل إلى السيركوي الخاص بالإضاءة، ثم يعود ويأتي إلى الكونكتور الخاص بالشاشة في هنا. نذهب إلى هنا من أجل توضيح مرة أخرى. إذن كما ترون هذه هي واجهة التي توجد بها الكونكتورات الخاصة بالشاشة والشحن والبطارية، وهنا الجهة الأخرى. أما بالنسبة لسيركوي الإضاءة فهو هنا، موجود هنا كما ترون. إذن أولا سوف نذهب إلى كونكتور البطارية، أو عفوا كونكتور الشاشة. قلنا بأن المسارات الخاصة بالإضاءة فهي رقم واحد، إذا قمنا بالحساب من هنا رقم واحد وثلاثة وأربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وعشرة. إذن واحد ثلاثة أربعة عشرة. سوف نرى، نقوم بالضغط على رقم واحد هنا ونتتبع، فهو يذهب إلى هذه النقطة. سوف نقوم بالتكبير هذا، فإنه سي يعني كاباسيتور، يعني مكتف، وتذهب إلى، نتتبع المسار، نعم، حتى فإنه يذهب إلى هذه المقاومة هنا كما ترون، يعني أن الإضاءة فإنها تأتي من الآي سي الخاص بالإضاءة، ثم تخرج إلى هذا المكتف وهذا المكتف وهذا الدايود، ثم تأتي إلى هذه المقاومة، وتنطلق من هذه المقاومة إلى
الرجل الأولى الخاصة بالإضاءة يعني LED LED 1 كما ترون هنا LED 1 أو LED. أما بالنسبة للرجل الثالثة LED 1 سوف نقوم بالذهاب إلى الكونيكتور ثم الضغط كما ترون هنا هذه رجل أزرق يعني ليست موصلة دونك سوف نقوم بالضغط هنا. إذا بالضغط هنا فإنه يذهب المسار إلى هذا المكتف ثم إلى هذه المقاومة ونقوم بالضغط في المقاومة ونتتبع المسار عفوا تم قطع المسار دونك سوف نقوم بالذهاب مباشرة إلى نعم فهو يذهب مباشرة إلى اي سي الإضاءة كما ترون ثم الرجل الرابعة هذه هي قم بالضغط هنا إذن كما ترون فهو كذلك يمر عبر هذه المقاومة وهذا المكتف ثم يأتي من اي سي الإضاءة نعم عفوا سوف أقوم بإعادة هنا ثم من هنا نعم من اي سي الإضاءة كما ترون ثم يذهب من اي سي الإضاءة ويذهب إلى الرجل الرابعة بقي لنا هناك الرجل العاشرة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 إذن هاته هي نعم هي كذلك فإنها تمر عبر هذا المكتف وتأتي إلى هاته المقاومة الموجودة هنا نعم ومن هذه المقاومة إلى اي سي الباور أو عفوا اي سي الإضاءة إذن كما رأينا فإن الشحنة تأتي من هذا الاي سي الفيبات وتدخل إلى هذه المنطقة من أجل تغذية اي سي الإضاءة وتخرج المسارات الخاصة بالإضاءة إلى كونيكتور الشاشة إذا كان هناك مشكل فما عليك إلا تتبع أو قياس جميع هذه النقط من أجل تتبع العطل الذي يوجد في الإضاءة كما ترون هذا شرح بسيط بالنسبة لدائرة الإضاءة الخاصة بهاتف شاومي ريدمي النوت 9 إلى شرح آخر إن شاء الله.